في الدورات الانتخابية السابقة كانت إيران بحكم نفوذها وتغلغلها في العراق لاعباً رئيسياً، فحتى الدور الأمريكي كان يتضاءل إزاء الدور الإيراني. ولنا في انتخابات 2005 و2010 و2014 أمثلة واضحة، إلا أن انتخابات عام 2018 ستكون انتخابات الخارج بالدرجة الأولى بعد أن بدأت أمريكا حملتها الشرسة على إيران ولو إعلامياً. فمنذ أن وصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وهو لا يكف عن تهديده ووعيده لإيران، كما ستشهد انتخابات هذا العام دخول لاعب إقليمي جديد الساحة العراقية وهو اللاعب السعودي، الذي يبدو أنه وبدفع من أمريكا بغرض تقليص النفوذ الإيراني في العراق دخل الساحة ولو متأخراً. ترى إيران أن انتخابات 2018 مهمة جداً لاستمرار نفوذها في العراق، فهي أولاً تريد أن تجري الانتخابات في موعدها، وهو ما أكدت عليه مراراً وتكراراً، ورفضت كل الدعوات التي خرجت من القوى السياسية السنية إلى التأجيل.